باسم الربحي على الحياة فام. مدينة للحياة الأقرب ليك. الناس اللي قصدين ربي توا ماشيين لخدمهم، إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله ربي يرزقكم من مال الحلال الطيب، وإن شاء الله ربي زاد كيف يعاونكم سينا وصغيراتنا وتلمذاتنا اللي قصدين ربي توا ماشيين يقراوا على روحهم. إن شاء الله ربي ينجحكم، وإن شاء الله نسمع تصغريته في آخر العام موجودة في كل دار تونسية، ومستعملي طريق كما العادة ردوا بكم على روحكم وطريق السلامة لكم جميعا. أنا نعرف اللي كلكم تتسألوا زعما أحوال الطقس بالنسبة لليوم كيفاش باش تكون، هذاك علاش نقول لكم التفاصيل تسويت في الميتيو. ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة فام. طقس اليوم باش يكون ضباب محلي بالشمال والسواحل الشرقية، ثم باش يكون قليل السحب على كامل البلاد. بالنسبة للحرارة فإن تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و 28 درجة وفي حدود 22 درجة بالمرتفعات. بالنسبة للريح فإنه باش يكون من القطاع الغربي فمعتدل من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، أما بالنسبة للبحر فإنه باش يكون قليل الاضطراب فمتموج بخليج جابس. خلينا نعطيكم قراءة كاملة في درجات الحرارة في مختلف مناطق الجمهورية. 26 درجة نقاوة في ولاية تونس، أريانا 28 درجة، منوبة 28 درجة، بن عروس 28 درجة، نابل 26 درجة، بنزرت 26 درجة، زغوان 27 درجة، سوسة 26 درجة، المنستير 24 درجة، 26 درجة في المهدية، صفاقس 24 درجة، 25 درجة في باجة، جندوبة 26 درجة، الكيف 24 درجة، سليانة 27 درجة، القيروان درجة الحرارة توصل حتى ل 28 درجة، سيدي بوزيد 27 درجة، القصرين 26 درجة، جابس 27 درجة، مدنين 27 درجة، 24 درجة في قفصة، 26 درجة في توزر، تطاوين 26 درجة، وقبلي 26 درجة. ونعود نذكر بالنسبة لولاية القيروان فإن درجة الحرارة توصل حتى ل 28 درجة. هذه فكرة عامة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم في الميتيو. ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة فام. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم متينة للحياة. نحب نذكر الناس اللي يسمعوا فينا توا 70